السلام عليكم. اليوم نروحوا لملعب دويره لنقف على اشغال تاع الغلاف الخارجي تاع ملعب هذايا، وكذلك عمل استطلاع اللي راهي قريب تنتهي. وبنفس المناسبه حبيت نقترح المسؤولين باش يديروا تغطيه للفراغات هذيك نتاع الملعب باستعمال الشرابيه، اسمها بالشرابيه كما راني نشوفوها في الصور. وتكون هذه الشرابيه تكون ثلاثيه الابعاد، يعني خشينه عريضه كما اللي راني نشوفوها هنايا اللي جايه في استعمالها كثير في جامع الجزائر اللي استعملوها كثير. وكذلك ممكن تكون الشرابيه من يعني باستعمال الموتيف، يعني الرسومات اللي داخل الشرابيه ما تكونش يعني قديمه، يعني النوع تاع تراديسيونيل، يعني تقدر تكون نوع مودرن عصريه تتناسب مع الهندسة نتاع الملعب. إذا هذا هو الاقتراح، يكونوا وحب هذا لو كان يديروا كل فراغ يديروا له شرابية برسم مختلف، مربعات الأشكال تكون مختلفة على حول الملعب كله، ويغطوا الفراغات هذه بهذا النوع من إذا ما يسمى بالشرابية اللي شفناه استعمل كثير في جامعة الجزائر كوالا، والآن بداوا يستعملوه كثير في البناءات العصرية في كل دول العالم. يستعملوا هذا الموتيف نتاع الشباك هذايا اللي تطور كثير، تكون المادة ديالو من مادة حديدية من الفولاذ، وتكون يعني تقاوم المياه الأمطار يعني الرطوبة، تكون تحافظ على الشكل ديالها. هذا هو، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.